كنستنكرو الطريقه التي تم الاجهاز عليها الصناديق ديالنا ديال التعاضديه ديال المشاريع الاجتماعيه والاجحاف اللي كيعرفوا صندوق التقاعد، لان هاد النقاط الاساسيه غنحطها لكم في ثلاثه نقاط. النقطه الاولى اللي هي اساسيه، نطالب باحتساب الزياده ديال 2011 2023 2024 اللي كانت زاده لنا سيدنا الله ينصرو. هاد الزياده اللي ما تمش الاحتساب ديالها في ضمن وعاء التقاعد على غرار جميع وكالات وشركات التوزيع اللي تحتسبت اليوم. هذا اجحاف وحقره بالنسبه للعمال ديال مدينه الدار البيضاء ديال ليديك. كنطالبوا من خلال اليوم راه كاين اجتماع ديال السلام يتم التنزيل، يمكن في الولايه يتم التنزيل ديال هاد المسائل ديال الاسلام، وسيتم تحويل هذاك الصندوق ديال الفوند ترافو. وحنايا كنلحوا على السيد الوالي بانه يتم ادراج المشكل ديال المتقاعدين المزاولين ديال مدينه الدار البيضاء، لانه تم الاجهاز على الزياده اللي تزادتهم في 2011 و2023 2024، وكنطلبوا منه انه يتم ادراجها التقاعد ديالنا، وما يمكنش يحرمونا احنا بوحدنا في المغرب كله. جميع وكالات وشركات التوزيع الزياده اللي خدوا في 2011 و2023 2024 تم احتسابها ضمن وعاء التقاعد، وحنايا حرمونا منها. هذه حقره وحقره كبيره، وهذا الحضور الكريم اللي كاين راه كندوا بها نقطه اساسيه. ثاني حاجه هي اساسيه، لابد من ملائمه الاجور. لا يمكن كنعملوا في نفس القطاع كنلقاو الناس ديال الرضا وامان ديستانزا وتطوان كيسينا ب 3000 درهم، نفس العمال اللي كيخدموا في الكهرباء ولا في التطهير كنلقاو الناس ديال الرباط وديال امان ديستانزا كيكون سينا ب 3000 4000 درهم. ثالث نقطة وهي أساسية، وراه الناس كيلحوا عليها مزيان، محاسبة من ساهموا في إفلاس صناديق التعاضدية وديال المشاريع الاجتماعية، وعلى رأسهم الرئيس الجامعي احمد خليل بن اسماعيل والسيد علوس رئيس التعاضديه الوطنيه. هذه الوقفات فانها تعبر عن شيء، فانها كتعبر على السلميه وعلى التوجه ديال العمال في احقاق الحق، وان الحق ديالنا هو خط احمر اللي ما غنتراجعوش عليه. الوقفه اليوم كانت غدار امام الولايه في مدينه الدار البيضاء، الى ان الولايه الاخوان في شخص الناس المسؤولين تكلموا معنا، وكان واحد الحوار اللي هو بناء، كان حوار صريح، قالوا لنا بان الوقفه ما غتقدروش ديروها اليوم امام الولايه. هي واخا جات متاخره ولكن ماشي مشكل، حنا حاولنا اننا نغيروا المكان ديالنا، المكان ديالنا المعتاد اللي هو امام التعاضديه ديالنا. قررنا اننا نغيروا المكان، ما عرفناش واش ان القرار تخاد من طرف السيد الوالي من الجهات المعنيه، ولا القرار تخاد من جهات او عن طريق التاثير على الناس المسؤولين. هاد الشيء لا يعنينا وما غندخلوش فيه، لاننا اصحاب حق، والاصحاب الحق ديما غيكون عندهم تباش في المبدا ديالهم. جينا امام التعاضديه كما كتلاحظوا كان واحد الحضور اللي هو كشيف، كان حضور اللي مهم اللي كيندد بان رئيس القامعه ديالنا خاصو باش انه يتنحى من المنصب ديالو ككاتب عام مركزي بمدينه الدار البيضاء، وكذلك رئيس التعاضديه في الاسم السيد علوش الذي يمارس كيف يعقل. الى ما كانوش هاد الناس هادو نهبوا المال ديال العمال، خاصنا نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه. ملي كتربط المسؤوليه بالمحاسبه ضروري غتوجد واحد الاختلاسات وغتوجد سوء تسيير، فسوء تسيير بحد ذاته فهو عقاب لهاد الناس هادو. اخوان حنا اليوم كنجيو وكنندوا ماشي من اجل واحد البلبله او من اجل اننا نمارسوا ضغوطات، لا بالعكس، حنا كعمال وكشباب وكمتقاعدين ومتقاعدات وارامل وايتام. كيف يعقل الاخوان المتقاعدين الاباء ديالنا وصلوا ل 82 وقفه وباقي ما تلقاش لهم الحل؟ كنخاطب السيد مهيديه وكنخاطبو شخصيا وكنقول له ان شاب داخل هذا القطاع، شاب داخل هذه مدينه الدار البيضاء، مستخدم داخل شركه ليديك، الرساله ديالي واضحه لك السيد مهيديه، انت في الشخص ديالك وكنعرفوك بالنزاهه ديالك، وهذا الشيء يدل عن شيء، فكيدل على العمل ديالك داخل هذه المدينه.
لازم انك توقف على الملف ديالنا، والملف ديالنا فهو موجود، والوقت اللي بغيتي فحنا مستعدين اننا نجيبوه لك. هادشي الاخوان حنا ما يمكنش لينا اننا نتنازلوا على الحقوق ديالنا ولا نتنازلوا على المطالب ديالنا، وهادشي بالدعم ديال العمال، وهادشي بالسيروره ديال الحق اللي كاين داخل المملكه المغربيه اللي حافظ لينا عليه صاحب الجلاله ملك البلاد، اللي من هذا المنبر هذا كنوجه ليه التعازي الخالصه بصوت العمال كاملين، وكنقولوا ليه صاحب الجلاله عزاؤنا واحد، عزاؤنا واحد، عزاؤنا واحد. حنا مستمرين في النضال، وصلنا للوقفه 12، هادشي ان دل عن شيء فكيدل على ان الناس الجهات المعنيه ما سمعاتش لينا وما دارتش لينا حلول. حنا كعمال وباسم العمال كاملين داخل القطاع باستثناء الناس اللي ما كيلتحقوش بينا في الحراك، فهذوك ناس ما كنمثلوهمش، حنا كنمثلوا الناس اللي معانا في الحراك ديالنا. كنقولوا بان العمل حنا كنحافظوا على السلم الاجتماعي، ولكن الى ما تصنطوش لينا هاد الناس وما لقاوش معنا حلول فحنا غنضطروا اننا غنديروا الوقفات ديالنا داخل العمل، وهذا الشيء غيكون تدريجي وغيكون بواحد الدراسه اللي هي مدروسه. خدينا القرار لا رجعه فيه، حنا ماشي اطفال صغار، حنا ناس مسؤولين، ناس فاهمين بان الحقوق كتعطى، الحقوق كتخاد وما كتعطاش. حنا ثابتين على المبدأ